اسمحوا لي خصنا نتكلموا بصراحة، نتكلموا بصراحة مع المواطن. أزمة كاينة وحنا قادرين عليها وغادي نخرجوا منها إن شاء الله. وهاد الأزمة واحد النهار غادي تسالي، وملي غادي تسالي غادي تشوف الله هكا وغادي تشوف اش خليتي وراك، واش خليتي من وراك سيدين بحال هذا اللي لقينا، ولا غادي تلقى مشاكل ديال التمويل اللي حنا خايضين فيها اليوم. حنا الحمد لله واقفين على رجلينا وغادي نخليو البلاد واقفة، وكتشوفوا الاستثمارات اللي تكلمت عليها الأهمية ديالها. كاين مسائل كبيرة اللي كتعمل، والطريق الصحيح هو هذا، وحنا ما غاديش يعني ما غاديش نوقفوا الدعم ديال الغاز، غادي نبقاو غاديين معاه رغم انه ارتفع ب 300. وكنفكر لانه علاش؟ لانه كنفكروا في هذيك السيده اللي كطيب لوليداتها وخصها تلقى البوطه بالثمن ديالها، وما غاديش نوقفوا دعم الكهرباء، لان هذوك العائلات البسطاء ما يمكنش يخلصوا الضو زايد من هذا الشيء اللي كيخلصوا اليوم، وما غاديش نوقفوا الدعم ديال الدقيق والخبز لانه هو الطعام الاول ديال المغاربه. ولكن مستعدين باش ندعموا النقل ديال هذه البضائع باش ما تزادش، داكشي علاش كنعطيو للمهنيين. مستعدين انه كان النقل ديال المدرسه ديال لي بروفيسيونيل حتى هو كندعموه، لان هذوك الوليدات الصغار اللي ما عندهمش. اذا حنا كنمشيو يعني البرامج ديال الهشاشه اللي كتمس الناس وكندعموها، وهذه راه 3.5 مليار بلا هادشي ديال الدعم ديال النقل وداكشي كله اللي هي جد مهمه. ولكن اسمح لي ما عندناش امكانيات باش ندعموا المازوت، باش نكونوا واضحين، نكونوا واضحين ما عندناش الامكانيات باش ندعموا سميتو، والا يعني سوف يكون ماليا متقوبه، ما يمكنش. هذه دوله، انا المراه مسكينه ضعيفه خصها كيفاش تطيب، ولا خصها الخبز، ولا خصنا الطونسبور ديالها في الطوبيسات ولا ديال الطاكسيات او الطونسبور ديال المدرسه، انا معاك. حنا داك الشيء علاش كل خطا كندخلوا، اما حاجه اخرى يعني مع احترامي يعني المواطنين جميعا، ولكن انا كرئيس حكومه يعني انا هنا باش نتكلم بصراحه ونتكلم بالمعقول ونقول اللي يمكن ندير واللي ما يمكن ندير. بقي لي شويه ديال الوقت، ما نطولش عليكم جوج دقائق ولا ثلاثه، فقط باش نقول بانه هذه ازمه كبيره عالميه، سي دو جامي في باش يتلقى هذا الشيء كله اومام طون، زعما هذا الشيء متفقين عليه. اللي كيقول في الزنقه بانه وحنا المغرب ماشي هو، علاش كتجيبوا لنا؟ لا سي فو، كذوب سي فو. الحديد اللي غلا سميتو، الالومنيوم اللي غدا، الدجاج اللي ما كاينش، يعني وزيد 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 وزيد. البيتوم الطقان ديالك، البيتوم راه 70-80% باش كيتزاد باش تصيب الطقان غدا ديال اللي كيمشيو لهذا. دوك هذه كلها اشكاليات ما مرتبطاش بالمغرب، مرتبطه بالسوق يعني العالميه. وحنا جينا كنقولوا كيفاش يمكن لينا نديروا السيبلاج وندخلوا واحد الازمه عاليه رغم الضعف ديال الموارد ديال بلادنا. وقلنا غادي نمشيو للخبز، غادي نمشيو للغاز، غادي نمشيو للطونسبور اللي هو يعني عنده واحد الامباكت على لابوبيلاسيون. مشينا كذلك انه واحد العدد ديال الشركات اللي هي في مقاولات اللي كاينه في القطاع ديال البناء وداك الشيء اللي عندها عقود مع الدوله واللي هي اليوم السوفا عندها مشاكل ديال اثمنه وديال المارشي وديال لي بيناليتي وداك الشيء، قلنا حتى هادو غادي نخفوا عليهم وغادي نخليهم يتنفسوا معنا 6 شهور ان شاء الله في المستقبل. السياحه كذلك، جينا لقينا السياحه مسدوده، تفتحات السياحه خصهم هذوك الناس باش يتخلصوا الخدامه ديالهم، خصهم باش يعاودوا يخدموا، درنا 2 مليار ديال الدرهم والحمد لله على بلادنا. حنا في الحقيقه شوف انا غنتفهم انه يعني المواطن يعني انه افكتي مورالمون، سي نورمال سي نورمال، عامين من 2020 وكل شيء مسدود، راه حتى لهاد الاشهر الماضيه عاد حل هادي حل هادي حل هادي، ربي كيعاون يعني. وهذه ما فيها السياسه، لان هذه هادشي ديال الوباء
اللي كان فافورابل حل هذه حل هذه حل هذه، عاد الناس لقات الطريق ديالها اللي مولفه كتاخذ كل صباح في كما كانت كتاخذ. جات الانفتاح، جاءوا مشاكل اخرى اللي هما الغالب الله على ايين. اهم حاجه اللي خص يعرف المواطن بانه عنده حكومه قويه عازمه، حكومه اللي هي عازمه وقادره على المشاكل وواقفين وغادي نشرحوا وغادي نتفاهموا ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا سيد رئيس الحكومه، وبذلك نكون قد انهينا جدول اعمال هذه الجلسه. شكرا للجميع ورفعت الجلسه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.